جيني محاضرة بقى وقت ما تبدأي. خلاص اوكي، انا بدأت التسجيل اهوت. تمام يا شوني، تمام. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. انتوا لسه ما فطوش ولا ايه؟ ايوه كده كملوا. طب حلو، هشوف دلوقتي. ازيك يا عمر؟ ميس، هو صوتك مش عالي قوي كده؟ طب واضح صوتي؟ لو سمحت حضرتك مش قوي صوتي مش واضح كده يا اولاد؟ لا صوتي بقى صوتي كويس؟ لا لا لا، اللي مش سامع الصوت يدوس على عنق السماعة ويدوس مكبر الصوت بس. ايه يا جماعة كده تمام؟ هو الصوت تمام. طب كويس جدا. بصي حلوين، احنا ان شاء الله 3 دقايق بالظبط كمان ونبدا محاضرتنا، ماشي يا جماعه؟ تمام ماشي حبايبي. اوكي طيب. يا ولاد احنا ان شاء الله دلوقتي هنبدأ، مستعدين؟ اه ايوه يا رجالة كده فوقوا كده معايا، مستعدين؟ مستعدين. يا لهو على الناس النايمة، يا لهوي. مستعدين يا شباب؟ مستعدين. ايوه كده فوقوا. ايوه كده، عايز اسمع صوتكم كلكم. ايوه جدعين. طيب هنعمل بس اقول لكم النظام بتاعنا اللي هنمشي عليه ان شاء الله. طبعا يا اولاد انتوا عارفين دكتور خالد بلغكم ان شاء الله المحاضرات بتاعتنا هيبقى عددها 12 محاضره. ال 12 سيشن دول ان شاء الله احنا باذن الله هنخلص فيهم المنهج بتاعنا، والحمد لله. طبعا شايفين ان المنهج السنه دي او الترم دوت سهل، صح؟ اه صح. اه صح، اسهل بكتير من الترم الاولاني. ايوه بكتير كتير قوي، وكمان قليل، صح يا ولاد؟ صح يا مس. صح. فاحنا ان شاء الله هنبدا المنهج من الاول. في ناس حضرت معانا السيشنات التجريبيه، بس ان شاء الله عشان الناس الجديده فاحنا هنبدا تاني ال 12 سيشن بتاعنا من اول محاضره. ماشي يا شباب؟ ماشي تمام. يلا انا دلوقتي هبدا اعمل شير السكرين بتاعي ونشتغل.
طيب اول سيشن دخلت ايه؟ حد خرجني ودخلت برايم فور. احنا ابتدينا ولا ايه؟ انت معايا يا عمر؟ احد بدك يا مس يا عمر. طيب بصوا يا شباب، اول سيشن عندنا بناخد فيه اول درس اللي هو energy and collision. energy and collision اللي هو الطاقة والتصادم. طب هنبدأ ناخد ايه هي الطاقة والتصادم، ايه هو ايه هي التأثيرات بتاعتها، وايه هي الاكزامبل بتاعتها. تعالوا نبدأ اول حاجة معانا في energy and collision اللي هي wrecking ball. wrecking ball اللي احنا شايفينها قدامنا ديت، شايفينها معايا يا ولاد، اللي بنقول عليها wrecking ball اللي هي كورة ضخمة قوي ديت، شايفينها كلكم اللي بشاور عليها دلوقتي، شايفينها طيب. الريكن بول ديت يا ولاد بنقول عليها it's very steel ball، يعني كرة كبيرة أو ضخمة. طيب الستيل بول ديت أو الريكن بول ديت it's used to break down the wall، تبدأ تكسر الحيطة. يبقى الستيل بول ديت أو الريكن بول ديت اللي قدامنا يا ولاد بنقول اللي احنا بنستخدمها to break down the wall. طيب احنا دلوقتي لما الكره ديت تعمل بريك داون الوول او تكسر الحيطه ديت، دوت يا اولاد معنى كده ان الكره ديت عملت حاجه اسمها ايه؟ مثلا عندي الشاشه سودا. عندك الشاشه سودا، هو غالبا النت عندك ضعيف يا اولاد. الشاشه باين عندكم كلكم؟ اه يا ناس عندي. لا يا ميس انا مش عارفه. بصي حبايبي، هو الشاشه عنده سودا غالبا، هو النت اللي عنده ضعيف يا حبايبي، عشان باقي زمايلنا شايفين الشير. ليش يا ولاد؟ ماشي. حاولي تركزي معايا كدهوت وعشان تفهم. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه الريكن بول، وعرفنا ان الريكن بول ديت اتس فيري ستيل بول، كره كبيره قوي، وعرفنا كمان اتس يوز تو بريك داون ذا وول اللي هي تكسر الحيطه. طيب قولوا لي بقى، لما الريكن بول ديت بتكسر الحيطه دوت معناه اللي انا بدرس حاجه النهارده اسمه ايه، او دوت مثال على الايه، او اللي حصل هنا ده اسمه ايه؟ كوليجن. كوليجن، الله ينور عليك. طيب تقدر تقول لي ايه اللي حصل في الكوليجن دوت؟ what happened during the collision، ايه اللي بيحصل اثناء التصادم؟ what happened during the collision. ميس ممكن اقول انا؟ اسمك ايه؟ لوجاي. قولي لولو انا سامعاك. الكاينتيك انرجي اللي في الريكن بول بتتنقل للحيطه. الله ينور عليكي، برافو عليكي، شطوره. لجينا ايه ان الكاينتيك انرجي اوف ذا ريكن بول، الكاينتيك انرجي بتاعت الريكن بول احنا شايفينها قدامنا ديت ترانسفير انتو ذا وول، اتنقلت للوول اللي قدامنا ديت. طيب يا عمر. ميس. نعم يا مس. هو في لوجين تانية بس أنا لوجينة مش لوجين. لوجين؟ أنا لوجينة. لوجينة؟ أو هي في لوجينة تانية فأنا بس بقول حضرتك. أنا لوجين. يعني في لوجين ولوجينة. أو. أوكي ماشي يا بنت. عمر قل لي يا عمر. دلوقتي ماشي حبيبي، زميلتك قالت إن الريكن بول دي بتاع تعمل حاجه اسمها كوليجن. طيب حصل ازاي دوت؟ قالت ان الكايناتيك انرجي اوف ذا ريكن بول ترانسفير انتو ذا وول، الريكن بول ديت او الكايناتيك انرجي اوف ذا بول ترانسفير انتو ذا وول، روحت للبول للوول. طب تقدر تقول لي ايه اللي حصل تاني؟ يعني اقول تاني ايه اللي حصل؟ اه وفي حاجه كمان حصلت غير اللي زميلتك قالت عليها. تمام قول يلا سامعك. ده كولاجن والحيطه اتدشدشت، يبقى اكيد سمعت ايه او حصل ايه؟ ساوند. ممكن اقول اخيرا قولي، يبقى معنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان الكايناتيك انرجي اتشينج انتو ايه؟ تحولت لايه؟ ساوند انرجي. ساوند انرجي، برافو عليك، برافو عليك يا عمر. طب محمد رافع ايد، قول يا محمد. محمد انا سامعك، اتفضل. محمد افتح المايك. فتحت. كنت بتقول ايه يا محمد؟
ساوند انرجي. ساوند برافو عليك، برافو عليك. طيب تعالوا ناخد اكزامبل جديده. طيب كريكت جيم. كريكت جيم ديت يا ولاد بنقول عليها اتس فيري بوبولار جيم، لعبه مشهوره جدا جدا. اتس فيري بوبولار جيم. تعرفين during the cricket game الراجل بيعمل ايه؟ بنقول هنا this player did يهدف الكرة وبعدين يضربها. برافو عليك. انا مين؟ انا hit the ball with the bat. برافو عليكي. يبدا هنا البلاير hit the ball with a bat، بيبدا يضرب البول دي زي ما احنا شايفينها اللي هي لونها ريد ديت with the bat with this wooden bat بالمضرب اللي قدامنا دوت. طيب قولي لي، قولوا لي في الحاله ديت the speed of the ball increase ولا decrease؟ increase. برافو عليكم. طب مين تاني ممكن تقول لي مين؟ رضا محمد، اسمك رضا ولا رضا؟ رضا يا ولاد. تمام. طيب قولي يا محمد. سمعني يا محمد؟ محمد أسم. أيوة أيوة معايا. طيب زمايلك قالوا إن أنا هنا بيحصل إن this ball أو this speed of the ball will increase، the speed بتاعت ال ball ديت هيحصلها increase، هتبقى عالية أوي وتكتر. طب قولي بقى this ball will change its direction ولا will not change its direction؟ This ball will it change its direction or will not change its direction؟ برافو عليك. This ball will it change its direction، هتبدأ إن هي تغير اتجاهها. برافو عليك. طيب تعالوا كده نشوف فيديو للكريكت جيم دوت. دي كده معايا. أوريكم دلوقتي الكورة بيحصلها إيه. تمام. أوكي. بصوا كده. ركزوا كده. بصوا هنا، بصوا الكرة حصل فيها ايه؟ This ball changed its direction، بصوا غيرت اتجاهها ازاي؟ يبقى هنا في الكريكت جيم حصل حاجتين، The speed of the ball increased، سرعتها زادت قوي، وكمان This ball changed its direction، غيرت اتجاهها، شايفين؟ مركزين؟ شايفين الكرة بتمشي الناحية التانية ازاي؟ Yes. It changed its direction، وكمان يا ولاد هنا بنقول إن the speed of the ball increased، سرعتها زادت قوي. خلاص شفتوا كده؟ يلا نشوف. طيب قولوا لي بقى مين فيكم مرة قبل كده كان ماشي and hit a sign، راح دب خبط في الساين اللي قدامنا دوت؟ أنا حصلت معايا في المدرسة. حصلت معاك مش كده؟ حصلت معاك؟ مين اللي حصلت معاك كتير كتير يا فعلا، بتحصل معايا كتير قوي. طب قولوا لي في الموقف دوت in this situation what will happen، ايه اللي ممكن يحصل لك in this situation what will happen؟ الكينيتيك ساوند الساوند الكينيتيك انرجي تشينج ان ساوند انرجي، ماشي ممكن فعلا نسمع صوت. طيب انت ممكن يحصل لك ايه؟ اتعور. ميبي ويل جيت هيرت. ممكن انا اتفضلي سامعاك. قول سامعاك. كوليجن ماشي
هنا بيبدا يحصل كوليجن، بيبدا يحصل تصادم. برافو عليك. طب قولوا لي الساعه هيحصلها فايبريت ولا مش هيحصلها فايبريت؟ هيحصل لها يا مس فايبريت. هيحصل لها. يبقى احنا نلاحظ كده ان الساينس بيبدا يحصل لها فايبريت، تبدا تتهز كتير كتير كتير. طيب لو مثلا سالت مين؟ لجينا. عمر. يا بس عمر. السؤال اللي بعديه يا عمر، تعالي من دلوقتي بس نسمع لجينا. طيب لجينا انت معايا؟ مش لجينا جاوبت مره. ايه؟ لجينا جاوبت قبل كده. ماشي احنا هنجاوب على طول كتير. هي اصلا مش بترد. طيب طب فعلا جاوب بكلا. طيب انتي لوجين؟ لوجين؟ اه لوجين. طيب قولي لي يا لوجين، لما اجي اقول لك يا لوجين give reason، اديني سبب why when you hit the sign او when you hit the sign will vibrate، تبدا اللي هي تهتز كده. اديني يا لوجين بقول لك give reason، اديني سبب when you hit a sign the sign will vibrate. ليه حصل كده؟ عشان انا خبطت فيها. طيب لما خبطت فيها لما عملت لها كولاجن ايه اللي بيحصل during the collision؟ الكاينتك انرجي اتنقلت ليه. ايوه طب قولي لي in English. يلا يا لولو معاكي انا هساعدك. يلا قول هساعدك. انا مش عارفه اقول نقلت اصلا. ترانسفير. ترانسفير كاينتيك انرجي. ذا كاينتيك انرجي ويل ترانسفير. قولي قولي سامعاكي. ذا كاينتيك انرجي ان ترانسفير انتو انتو into the sign. للساين ديت صح؟ اه برافو عليكي شطوره. ما خايفه ليه ترى انت شطوره قوي كده؟ برافو عليكي. طيب هنا بيقول لنا ايه يا ولاد؟ all this previous example show us what's the collision. كل example اللي احنا خدناها ديت يا ولاد بتفهمنا what's the collision، ايه هو الكوليجن. طب تعالوا نكمل هنا اللي انا قلت لكم عليها وانتوا كنتوا بتجاوبوها وشاطرين قوي فيها. What happened during the collision؟ ايه اللي بيحصل during the collision؟ تعالوا كده نكمل. انتوا كلكم كنتوا بتقولوا لي the kinetic energy transfer into the other body، بتروح للجسم الثاني. وبرضو كلكم كنتوا بتقولوا ان the kinetic energy it change into sound energy and thermal energy. يعني لما اجي اسالكم واقول لكم what happened during the collision، ايه اللي ممكن يحصل during the collision اثناء التصادم، تقولوا لي حاجتين. اول حاجه the kinetic energy transfer into the other body، والحاجه الثانيه اللي بنقولها the kinetic energy change into sound energy and thermal energy، تبدا ان هي تتحول ل sound energy and thermal energy. في مشكله لغايه دلوقتي يا اولاد؟ لا نو no. نو كلكم كده تمام؟ يس يس عمر سمع yes, صوتك؟ ايوه كده يا عمر. ايوه تمام يا محمد؟ تمام. طب تمام يا شباب. طيب ايه الجزء الجديد اللي احنا هنبدا ناخده؟ هنبدا ناخد حاجه اسمها energy conversion during collision. تاني energy conversion during a collision يعني energy conversion يعني تحولات الطاقة during a collision أثناء التصادم. تعالوا يلا نشوف إيه هي ال energy conversion during collision ديت، إيه هي التحولات بتاعة الطاقة. خلي بالكم ال energy conversion تحولات الطاقة ديت خدناها بالظبط بالظبط what happened during the collision. تعالوا بقى نشوف إيه ولا هنبدأ ناخده. تعالوا في الأول نتفرج على الفيديو كده. تمام. أو دوت
يلا بس كده ركزوا معايا وشوفوا ايه اللي بيحصل. يعني كده شوفوا بصوا كده الراجل بيعمل ايه. طيب هنا يا اولاد ايه اللي حصل؟ ركزوا كده. The hand of this man, الهاند بتاعت الراجل ده. قولوا لي كده تعالوا نبدا واحده واحده. The hand of this man has kinetic energy yes or no. بصوا كده شوفوا بتعمل ايه. Yes. Yes, it has. هاي كده معايا. هاي the hand of this man has kinetic energy. Yes or no? Yes. 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 شايفين؟ برافو عليكم. مش هي عمالة بتتحرك؟ يبقى خلاص عندها kinetic energy. قولي بقى the kinetic energy of this of the hand man transfer into. الكينيتيك انرجي هتروح لمين؟ ده هذا البول. يلا يا شباب الكينيتيك انرجي هذا البول. هذا البول ماربل. طيب قولوا لي تعالوا كده نستنى. يا شباب مين صوت حضرتك بيقطع؟ لجين. اه مس كده لجين خلاص قفلت المايك خلاص يا ولاد. لجين لا كان لجين او لجينه كانت فاتحه المايك بس خلاص نقفل المايكات يا ولاد بعد اذنكم. طيب يلا يا ولاد يبقى احنا كلكم قلتوا لي اني زهاد في زمان has kinetic energy عندها kinetic energy. طيب قولوا لي بقى وكمان قلتوا لي the kinetic energy transfer into the ball. طيب شايفين بقى اخر الماربل الاخيره ديت the last marble تعالوا كده نشوفوها. هي كمان هيحصل لها موف هي كمان تتحرك صح؟ شايفينها يا ولاد اتحركت ازاي the last marble برضه هي كمان تتحرك. طب قولوا لي بقى الكرة الأخيرة دي اتحركت ليه؟ برضو عشان إيه اللي حصل؟ Perfect transferent to the other marble. The other marble. برافو عليك. الكرة أول حاجة يا أولاد عرفنا. تعالوا كده نرجع. زي ما احنا شفنا كده يا ولاد اول حاجه when you push your marble لما انت بتبدا تدفع الماربل بتاعتك the kinetic energy transferred kinetic energy transfers into the marble هتبدا تمحي الماربل. transfer into the other marble يبقى اول حاجه kinetic energy بيقطع صوتك بيقطع صوت بيقطع. طب كده تمام صوتي ولا لسه؟ لسه لا يعني لسه لسه يعني انتوا كده مش سامعيني بوضوح؟ اه لا صوت حضرتك. طيب نجرب كده في السلايد ديت ونشوف حوار الصوت دوت. ماشي يا ولاد؟ اه كده كويس جدا. طب كويس يا ولاد تعالوا نكمل. هنا يا ولاد قلنا ايه when you push your marble لما بتبدا تدفع الكرات ديت او الماربل the kinetic energy of your hand transfer into the marble هتبدا تجري تجري وتروح للماربل. تاني حاجه قلناها the kinetic energy of the first marble transfer into the other marble هتبدا تروح لباقي الكرات صح كده يا ولاد؟ صح صح. طيب يبقى احنا كده بنبدا ناخد اللي هو energy conversion اللي هو تحولات الطاقه. ثواني كده يا اولاد معايا. تمام طيب تعالوا بقى نكمل يا اولاد. احنا عندنا example ايه تاني؟
طب قولوا لي والكرات بتتحرك مع بعضيها، هنسمع ساوند ولا مش هنسمع ساوند؟ هنسمع. طب دوت معناه ان الكاينتيك انرجي تشينج انتو ساوند انرجي. صح، برافو عليك. طب تعالوا بقى ناخد the second example of energy conversion اللي هو بنقول عليه نيوتنز كريدل. نيوتنز كريدل اللي هي اللعبة اللي قدامنا ديت اللي احنا بنقول عليها نيوتنز كريدل. طب اول حاجة واحنا بنيجي نلعب اللعبة ديت هنعمل ايه؟ raise one of the ball up، نبدأ نرفعها لفوق. طب قولوا لي بقى يا ولاد when you raise the ball up this ball will store what؟ هتخزن ايه جواها؟ تاني كده معايا كده كونكت انرجي كونكت انرجي نعوني كويس. لا ركزوا كده معايا when you raise this ball up رفعتها لفوق حضرتك بيقطع يا ميس. طيب حاضر كده كويس. طيب لا برضه لا لا في خروشه جامد يعني. طب كده الصوت كويس؟ لا بس الصوت بيقطع. الصوت بيقطع. طيب يا ميس الصوت بيقطع. بيقطع عندكم كلكم يا ولاد؟ انا بيقطع. طيب بصوا هحاول اتكلم كده تاني واظبط المايك. كده كويس كده كويس. طب كده كويس كده تمام. كويس كويس. طب كويس تعالوا يلا نكمل. يبقى احنا بنقول ايه when you raise this ball up لو انت رافع الكره لفوق كده this ball will store potential energy. فاكرين ايه potential energy؟ فاكرين؟ ايوه فاكرها. ولا فاكرين؟ فاكرين فاكرين فاكرين. this ball up this ball will store potential energy، هتخزن جواها potential energy. طيب قولوا لي when you leave this ball to move لو انت بقى سبتها تمشي بقى دوت معناه ان هي يكون عندها دلوقتي ايه؟ هتبقى kinetic energy و kinetic energy هتحول لساوند. الله ينور عليك دلوقتي عندها kinetic energy. طب قولوا لي هنسمع صوت ولا مش هنسمع صوت؟ هنسمع صوت. هنسمع هنسمع صوت يا ولاد دوت معناه ان كاينتيك انرجي تشينج انت. كاينتيك انرجي تشينج انت وات بوتنشال تو ساوند انرجي. ايه كده دوت معناه ان الكاينتيك انرجي تشينج انت ساوند انرجي تحول لي ساوند انرجي. طيب تعالوا نكمل كده يا ولاد. هنا زي ما انت قلتوا بالظبط the Newton's cradle ball is raised up لما تطلع لفوق it will store potential energy هتخزن جواه potential energy. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل when you leave this ball to move لما تسيبها تمشي بنقول ان potential energy it change into kinetic energy تبدأ تحول ل kinetic energy. طيب ايه تاني كمان بيحصل قلنا ان انا عندي change into sound energy and thermal energy تبدأ تحول لطاقة صوتية وطاقة thermal اللي هي بنقول عليها حرارية. تعالى نكمل. طب قولوا لي الاول في كده لغاية دلوقتي في اي مشكلة؟ لا لا مشكلة. طيب يبقى احنا كده فهمنا ان هنا الانرجي بيحصل لها ايه conversion تحولات. طب دي كده معلش مش صوت بيقطعك دقيقة. طب يلا يا ولاد هنبدأ بقى نكمل. بعد كده عندنا ايه بقى بيقول لنا are there safety equipment to
used during collision of the car. يعني الكلام ده بيقول لنا هو يوجد safety equipment تحولات للطاقة أو safety equipment اللي هو وسائل في الكار موجودة في العربيات. إيه رأيكم؟ Are there safety equipment using during the collision of the car? Yes. ها؟ الصوت حضرتك بيبعد وبيعلي تاني لوحده. طيب دي طب كده كده الصوت عامل ايه؟ كويس. طيب يلا كده نكمل. حاول ركز على الصوت دوت. هل نشوف كده ايه هي safety equipment that used during the call اللي بتسأله؟ صوت بيقطع يا مس. طيب كده عندي صوت بيقطع ولما يزبط بيقطع قوي وبعدين يعلى. لا في صوت خدش. طيب معايا يا ولاد ظبط الدنيا. ثواني معايا يا ولاد. طيب طيب انا كده حاولت اظبط المايك كده. الدنيا تمام يا اولاد؟ سامعيني كويس؟ تمام. طيب هي كانت في بس مشكله كده وخلاص ظبطناها الحمد لله. ماشي يا اولاد. طيب احنا السلايد اللي فاتت ديت قلنا يا حبيبي. طيب احنا هنا يا اولاد بدانا نقول are there safety equipment used during collision of the car. هو في safety equipment used in the car. تعالوا كده نشوف. اول حاجة عندنا الايرباك. طب تعالوا قبل ما الايرباكس تعالوا بقى قبل ما نشرح الايرباكس تعالوا نتفرج على فيديو ونشوف هو ايه هي الايرباكس وازاي بتشتغل. تعالوا كده. بصوا كده وركزوا كويس جدا في الفيديو. شوفوا ايه هنا اللي هيحصل. العربيه هتتخبط فالايرباكس هتطلع. تعالى بس اتفرج وشوف. انا عارف يا مس الدرس ده اخدته 600 مره. 600 مره؟ معلش. احنا بس عشان كنا المفروض هنبدا من اول المنهج وعشان كده خدنا 600 مره. بس خلاص مش هتكرر حاجه تاني. بعدين في ناس جديده مع زمايلنا لسه جداد. صح عيش بقى. بصوا كده كيزو دلوقتي ايه اللي هيحصل. بصوا دلوقتي ركزوا كويس جدا. هتخبط بتحاول توقف بيوقفش. ايوان اوبس الاير باك تطلع عشان ما تتخبطش في الدريفت كيو. استنى ايوان بصوا بتطلع هوا من جواها بعدها هتنزل تاني بقى الهوا هيتفضل. ركزوا بس كمان هتصحوا ولا هيحصل لها اي حاجه ولا اي حاجه. ده كده بص
هتشغلها. بصوا هموت. الاير باجز التانية هتشتغل يعني. الاير باجز التانية اشتغلت. تعالوا بقى نشوف ايه هنا اللي حصل. طيب شوف دلوقتي الاير باجز وشوفتوا ازاي بتشتغل صح؟ صح. طيب الاير باجز ديت ايه اللي حصل؟ هنا بنقول ايه؟ during a crash، اول لما بيجي يحصل crash تصادم، بنقول هنا الايرباك انفليت اوتوماتيكلي، تبدا يحصلها انفليت اللي هي تتنفخ لوحديها كده اوتوماتيكلي بشكل تلقائي. يبقى هنا during a crash airbag inflate automatically، تبدا تتنفخ لوحديها. طيب بعد كده نبدا نقول the airbag has a sensor، عندها جهاز اسمه sensor. السنسور دوت يا ولاد بيبقى اسمه جهاز مستشعرات، بيبقى جهاز صغير كده موجود في الايرباكس دوت، هو اللي هيقول لها ان هنا بيحصل كراش، وكمان يأمرها ان هي يحصل لها انفليت ان هي تتنفخ. يبقى هنا هو يا ولاد عرفنا ان في الايرباك بيحصل هنا during a crash the airbag inflate automatically، بتبدا تتنفخ لوحديها كده. طيب اتنفخت لوحديها ازاي؟ هي عرفت منين اصلا؟ احنا قلنا هي عرفت عشان عندها سنسور. نعم عن طريق السنسور. الله ينور عليك، عن طريق السنسور. طيب هي هتفضل كده منفوخه كده كتير، هيحصل هتفضل في انفليت ده كتير؟ لا بعد وقت هتبقى ليها وقت محدد، بعديها الهواء اللي فيها هيخرج. الله ينور عليك. after collision بعد ما بيخلص خلاص الكوليجن بيحصل ايه؟ الاير باج ديفليت. ديفليت اللي هي تبدا ايه؟ تنكمش. شايفين على انكمشت ازاي؟ بصوا كده. يبقى هنا في في هنا في الاول حصل لها انفليت، بدات تنفخ وتكبر قوي، وبعد كده بدا يحصل لها ديفليت. ديفليت اللي هي تبدا تنكمش كده. مين كان بيتكلم؟ ايه؟ انا محمد. ممكن سؤال؟ اتفضل يا محمد سامعك. هو ال ال الكار لما بتتخبط بت ال ايرباجز يعني اللي هي بتخليش العربية بتسحب، يعني ما بتخليش العربية تكمل مشي ولا بتمشي عادي؟ بص لا عادي، بس هي بتكون اتخبطت. طب رد عليه يا عمر، كمل رد عليه كده وانا هسمعك وبعد كده هعلق عليكم. قول يا عمر كنت هتقول له ايه؟ هو العربية بتتخبط، فلما بتتخبط بتقف، فلما بتقف بتتقفل. يعني انت قصدك لو اتزحلقت تاني يعني ولا ايه؟ ايوه، لما لو الزحلقه التاني اللي هي العربيه ما تتحركش. ايوه لا بتتحرك عادي، دي ما فيهاش حاجه بتتحرك او ما بتتحركش. هي لما بتتخبط بتقف، علشان في حاجه بتوقفها. يعني لو انت اتخبطت في عمود بتقف. ايوه كده بتتحرك تاني عادي، يعني ما لهاش علاقه. شكرا. برافو جدا يا عمر، مبسوطه اللي انتوا رديتوا على بعضكم. بص يا شباب، بصي يا محمد، هي الاير باج مش بتوقف السياره ومش بتوقف الكار ولا بتعمل لها اي حاجه. هي الاير باج ديت هي بروتكت ذا درايفر، بتحمي الدرايفر بس، اما هي مش ملهاش علاقه تو ستوب ذا كار، ان هي توقف العربيه ديت او الكار ديت. هو زي ما عمر قال لك كده، لما بيحصل كراش او لما بيحصل تصادم او لما بيحصل كوليجن، انت من تاثير الكوليجن اللي هيحصل ان السياره يحصل لها ايه؟ ستوب، توقف. ممكن حاجه حصلت في المحرك، ممكن الصدمة خلت الكار دي توقف، بس مش الاير باج هي اللي وقفتها. الاير باج كل اللي بتعمله بروتكت ذا درايفر، هي بتحمي الدرايفر، اما مش اللي هي بتوقف الكار. طب انا هقول لك حاجه، بصي كده انا هرجع لك لحاجه كده عشان تشوف. بصي كده، بص ثواني كده هجري لك حته. هي لما خبطت اتحركت تاني اهي، بس كده نكبر. بصي كده، بصي كده يا محمد، ثواني بس. بصي كده يا محمد، ايوه هي. بصي كده اول ما حصل رجع هي، بص خبطت في الكارز ديت فوقفت. طيب بص بقى اتحركت ازاي دلوقتي، حصل ان هوت الاير باك حصل لها انفليت فتحت. بص ركز كده، الكار هيحصل لها موف تاني، ذا كار ويل موف اجين. ركز كده،
بص الكار هنا هيحصل لها ايه دلوقتي؟ ايه عادي الكار بدات ان هي تعمل موف اجين، بس لما خبطت بقى في العمود الطويل ده ما عرفتش اللي هي تكمل في الموف، اللي هي تقدرش تكمل في الموف خلاص. تمام كده يا محمد؟ تمام. ليسا اتحركت عشان البنت وهي بتقوم دست على البتاع ده اللي هي الجاز بلد ديت. برافو عليكي، فهي اتحركت علشان البنت بدت ان هي تدوس على الجاز بلد اللي هو البنزين، اللي هي بصوا شفتوها اللي هي اتحركت بيها مش واخده بالها ديت. فوام اليمس الايه بتاعت الفرامل، اللي هو انت لو عايزها بتسحبها لورا عشان الفرامل، ولو عايز تتحرك بتطلعها لقدام عشان الفرامل. هي دي بالظبط. طيب تعالوا كده، احنا قلنا الاير باجز ديت او اللي احنا عندنا السيفتي اكويبمنتس عندنا اتنين. اول حاجه الاير باجز وكده خلصناها، في اي مشكله الاير باجز؟ بعديها ناخد نو اعتقد هناخد البلت سيل. كده هناخد الايه؟ بلت سيل. ها ايه رايكم هناخد ايه بعد كده؟ البلت سيلت. بلت سيلت مش هتعرفها. السيت بيلت اللي هو حذاء الامان. ايوه السيت بيلت. تعالوا يلا عشان ناخد السيت بيلت. دي كده معايا تعالوا نشوف السيت بيلت بيعمل ايه. تعالوا ركزوا معايا، ايه دي السيت بيلت؟ بصوا كده اثنين. السيت بيلت دوت يا ولاد بيقول عليه it's used to keep driver and passenger from moving forward. ركزوا معايا وانا هشرح لكم دلوقتي. when the car stops suddenly يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا ولاد السيت بيلت دوت اللي هو الحزام اللي قدامنا دوت بنقول عليه سيت بيلت. طب السيت بيلت keep driver and passenger يعني بيحافظ على الدرايفر and passenger from moving forward من هم يتحركوا لقدام. طيب when the car stops suddenly اول لما الكار تبدا stop suddenly تقف مره واحده كده، هنا جسمك بيتحرك لقدام. طب انت كده ممكن get hurt، ممكن تتعور. علشان كده يا اولاد بنقول ان السيت بيلت دوت بيعمل ايه؟ keep driver and passenger from moving forward، هيخليك ما تتحركش لقدام وتتعور. طيب ودوت بيحصل ايه؟ امتى؟ when the car stops suddenly اول لما الكار تبدا stop suddenly تقف لمره واحده كده، the seat belt keep driver and passenger from move. ميسو يعني بيبقى موجود بيبقى بدل الايه؟ بدل الايه باكس. لا هو مش موجود instead of airbags، مش موجود بدل من airbags، هما الاثنين موجودين. انا ايه هقول؟ انا هقول، انا قول انت، قول انت سامعك. السيت بيلت ده بيكون اللي هو موجود في اي عربيه، بيكون حزام امان، لما انت بتتخبط بتطلع قدام الجاذبيه بتطلعك لقدام، فانت بدل ما جسمك كله يطلع انت ممكن بس ايه اللي وشك اللي يطلع، فدي مثل الاير باجز ودي مثل السلت البلت سلت ولا سلت بلت حاجه زي مش فاكر. السيت بلت. برافو عليك انت. عمر صاحبي بيتكلم ولا مين؟ ايوه انا عمر. الله ينور عليك يا عمر، برافو عليك. بصي يا لجين او لجين صاحبي كانت بتسال صح؟ اه لا مش. طيب بصي لولو الاير باج ديت والسيت بيلت، بصي the most of the car have اير باج، شويه فيهم عندهم الاير باج، بس all the car عندهم السيت بيلت، كل العربيات عندها السيت بيلت. some of the car بعض العربيات عندها الاير باجز. طيب السيت بيلت والاير باجز هما الاثنين بيعملوا ان هم يحموا الدرايفر اند باسنجر، بيحموا السائق والركاب، كل واحد بيعمل شغلانه لوحده. السيت بيلت دوت كيب درايفر فروم موفينج فورورد، مش هيخليك تتحرك لقدام. طب مثلا لو يور هيد مو فورورد، راسك اتحركت بس شويه صغيرين، تيجي هنا بقى الاير باك برضو كمان تحميكي. يعني هم الاثنين بيبداوا ان هم ايه كيب درايفر اند باسنجر فروم دينجرز، بيحفظوهم من اي خطر. اوكي لو جاي اوكي. طب يلا احنا كده بقى دلوقتي خلصنا الجزء اللي احنا عايزينه،
ناخده ان شاء الله في السيشن ده. بص يا اولاد ان شاء الله السيشن دوت او بقيت اول درس اللي هو energy and collision هنبدأ نكمله في السيشن الجاي، ومش هنكرر اي حاجة تاني يا عمر اللي انت خدته 600 مرة ده، مش هنكرره تاني، بس عشان بقى زمان ولا مرة. ماشي تزعلش بقى. لا عايز يعني. ماشي حبيبي، تعالوا بقى دلوقتي نحل شوية اسئلة. اسئلة يلا يلا. بس هو ايه، لسه نعمل مسابقه على الاسئله. ايه ماشي، تعالى نشوف مين اللي هيسابق مين هيكسب معانا. طب غلط واللي عمل صح. اوكي اوكي اوكي. ميس حضرتك هتنادي بالاسامي؟ اه نمشي بالترتيب، اول واحد معايا عمر. شكرا يا اتفضل اتفضل. معايا بالترتيب، وبعد كده محمد، بعد كده لوجين، بعد كده لا بعد كده لوجينا، بعد كده لوجين او لوجين، بعد كده لوجينا، وبعد كده ملك. اوكي لخبطه. يلا اول واحد عمر. شايف الشير يا عمر؟ اه شايف الشير. يلا يا عمر. كلهم between a pole and back. The direction of the ball will not change. The direction of the ball will not change. True. Bravo عليك. طيب بعد عمر. Bravo عليك يا عمر. شاطر. يلا يا محمد. محمد. ميسو لجينا الأول ولا لجينا الأول؟ محمد. أنا ميس. لجينا. متلخبطونيش. أول واحدة لجينا. يا ميس. لجينا. يا ميس. لجينا الأول. محمد الأول. بعد كده لجينا. بعد كده لجين. وبعد كده ملك. أوكي؟ بس حضرتك قلتي عمر الأول. ما عمر خلاص جاوب. قلت. كنت نايمة ولا إيه هانم؟ لا كنت نايمة حضرتك. ماشي. أه حبيبي. ماشي يا عمر. يلا يا محمد. معايا يا محمد؟ معاك يا ميس. يلا يا استاذ. يلا ريد كده يا محمد. Bring the collision between a bill and but the kinetic energy transfers from the bit to the bill. تاني أقول لكم أنا. During the collision between a ball and a bat, the kinetic energy transfer from a bat to the ball. True or false? True. تقول إيه؟ لحظة ميس. ميس أنا مستنيك، أنا ما سمعتكش أصلا في الأول. بترجمها يا ميس. هو ده انا مستنيك اهو. ترو ترو. برافو عليك شطور يا محمد. برافو. طب لجينا. مع حضرتك يا ميس. يلا يا لو. لا مش لجين. لا لجينا. أنا مع حضرتك. ماشي لولي يلا. During the collision the kinetic energy change into sound energy. True. برافو. برافو يا لولو. طب لجيني بقى. Yes please. يلا يا لولو. ميلي يا لولي. رميس. سمعيك يا ليل وجاين كملي. What you when you
مش عارفة حاجة. بالراحة وأنا هساعدك، أنا هساعدك إنسان. يلا أول حاجة when you push push you build muscle the kinetic energy of your head your hand hand transfers into the marble. تيني تيني مع بعضينا يلا نجاي. When you push your marble, the kinetic energy of your hand transfer into the marble. طب يلا قولوا لي بقى true ولا false. True. When you push your marble, the kinetic energy of your hand transfer into the marble. True ولا false. False. بتقولي ايه لجاي ليش؟ فولس. ترو؟ فولس عادي زي ما تبدو. بس يا لجاي when you push your marble، لما احنا بنبدأ ندفع او يعني نزق كده وقت الماربل، the kinetic energy of your hand، الطاقة بتاعت ايدك بتاعت ايدك transfer into the marble، هتروح الماربل. دي ترو ليه فولس؟ مش احنا عندنا في ايدينا كايناتيك انرجي وتبدا تعمل ترانسفير، تبدا تتنقل وتروح لمين؟ انا قلت ترو بعدين قلت فولس لقيتك ما ردتيش. انا ما سمعتكيش، عمال اقول لك مش سامعاكي. انا قلت ترو في الاول اصلا. معلش كنت المفروض تبقى واثقه من اجابتك كده وما تغيرهاش ابدا. طب مس، هو مين يا مس اشطر واحد في الحصه؟ بصراحه بصراحه انا مبسوطه منكم كلكم جدا جدا جدا. أيوة واكتر واحد بسطني بصراحه الرابع، المركز الاول والثاني والثالث والرابع مش والخامس بعد اذنك يعني. انا مبسوطه منكم جدا جدا وانتوا شاطرين قوي، وانا مبسوطه ان انا هشتغل معاكم. بس انا حبيت عمر عشان هو لما زمايله كان بيسالوا كان عنده اجابات وبيشرح لهم، يعني انا حبيت عمر هو بدا يشرح لزمايله. بس انتوا فعلا كلكم شاطرين وحبيت ان انتوا بتتناقشوا مع بعضيكم وبتردوا على بعضيكم وبتسالوا اسئله حلوه. انا مبسوطه ان انا هشتغل معاكم. انتوا مبسوطين؟ ايوه يا مس مبسوطين. ايوه مبسوطين. طيب سيشن النهارده كانت خفيفه ميس؟ اه نعم. انا اصلا بكره حاجه اسمها ساينس بس حضرتك يعني بسطتيه. حرام عليك، حدك ساينس برضو حضرتك بسطتي، لان الميس اللي في المدرسه بتديهولنا كانه يعني مش عارفه مش حباه مع الميس اللي في المدرسه. خلاص تحضر معانا كل يوم وان شاء الله هتحبه وهيبقى سهل جدا بالنسبه لك. كمان المنهج بتاعنا السنه دي صغير جدا، يعني احنا هنعمل ريفيجن كتير جدا جدا جدا. ماشي ماشي ماشي. على فكره يا مس مامتي بتحبك جدا وانا بموت فيك وفي والدتك جدا. ربنا يكرمك يا مس. حبايبي والله كلكم. طيب تعالوا بقى هنا نبدا نحل كومبليت. يلا مين نبدا بقى من الاول؟ ملك. ايوه كنا ننسى ملك. يلا يا ملوك. ما بتفتحش المايك خالص يا مس. ملك عندك مشكله في المايك؟ ممكن تكتفي الشيت لو عندك مشكله في المايك. حبيبي عندك مشكلة في المايك؟ طب ممكن تكتب في الشات طيب عشان أعرف؟ تمام. ممكن تكون خرجت من البتاع أصلا. هي موجودة مفروض. طب أوكي يلا نبدأ بعمر تاني. يلا يا عمر كومبليت. يا عمر أيوة يلا يلا يا عمر. The amount of kinetic energy of an object depends on the A of the object. طب تاني بس يا مس اقواه تاني عشان مش عارفه مش فاهمه بيتكلموا عن ايه. The amount of
kinetic energy of an object depends on the A of the object. ميسي هو يعني إيه depends؟ depends يعني بيعتمد. خلي بالك يا عمر، انت حضرت معايا السيشنات اللي قبل كده، فانت المفروض تعرف تجاوب على السؤال ده. ممكن زمايلك احضرهم بس انت لا، انت حضرت قبل كده يا عمر. طيب ثانية بس افكر. ماشي انا مستنيك افكر. ثانية سبيد. ثانية السبيد، برافو عليك. طيب احنا كده هنخلص السيشن بتاعتنا، عشان بقيت الأسئلة إن شاء الله نبدأ نحلها المرة الجاية عشان نكون أخدناها كلها. طيب سامعيني كده؟ هيا يا ولاد، السيشن كانت لذيذة؟ جدا يا مس. ماشي يا حبايبي، هقابلكم إن شاء الله السيشن الجاي ونكتر أسئلة كتير قوي عشان نعمل المسابقة اللي عمر قال عليها. وباي باي. باي 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 باي. باي 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 يا حبيبي.